وفي ظل هذه الأجواء الحزينة في الأرض المقدسة، ترأس غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا قداس منتصف ليلة عيد الميلاد المجيد في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم. شارك في القداس موفدو البابا فرنسيس وعدد من الأساقفة الكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. وفي تلك الليلة خيم الحزن على مدينة بيت لحم مولد السيد المسيح، فغابت عنها أجواء الفرح والبهجة المعتادة، وخلت ساحة المهدي من كافة مظاهر الاحتفالات لمناسبة عيد الميلاد، وغابت الشجرة المضاءة، وحلت مكانها مغارة الميلاد تحت الأنقاض، كما اختفت الزينة في الشوارع والأحياء، وتخلت بيت لحم عن حلتها البهية لتبعث رسالة تضامن حقيقي مع شقيقاتها مدن قطاع غزة، التي لا زالت تتعرض للعدوان منذ أكثر من 80 يوماً. من بيت لحم والتفاصيل. ها هي مدينة الميلاد حزينة متألمة تفتقد لأجواء الفرح. هي مدينة كباقي المدن الفلسطينية محاصرة بالكامل، الدخول والخروج من بيت لحم صعب للغاية. بيت لحم وفي مثل هذا اليوم تستقبل ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، وتكون محط أنظار العالم أجمع كونها مدينة ميلاد الطفل يسوع له المجد. لكن الساحة خالية تماما سوى يافطات وشعارات وعلم فلسطين. وهذه المغارة التي نراها صممت بيد الفنان طارق سلسع، تمثل الواقع الذي تعيشه فلسطين عامة وغزة خاصة، تمثل غزة المتألمة والجريحة. فبكل حزن وبدون أي مظاهر احتفالية استقبلت المدينة غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيستا باتسابالا إذانا لإقامة قداس منتصف الليل الذي اقتصر على وجود أهالي المدينة فقط. فالميلاد ليس بالزينة والشجرة والاحتفالات، بل هو رسالة سلام ومحبة، رسالة ولادة الحب الذي ينتظره العالم. في المغارة أنت ولدت، ذاك التنازل أمر عجيب، يا طفل يا محبوب إليك تصبو نفسي، أنت منى الشعوب، إليك تصبو نفسي أنت منى الشعوب. رسالتنا من مدينة بيت لحم هي رسالة واضحة، هذا هو مهد السلام. هنا ولدت رسالة السلام من مدينة بيت لحم، وتم نشر هذه الرسالة النبيلة إلى جميع أصقاع العالم. فبالتالي يجب على المجتمع الدولي إرجاع هذه الرسالة إلى مدينة بيت لحم، لأن مدينة بيت لحم بحاجة إلى السلام الحقيقي، هي وجميع المدن الفلسطينية والكل الفلسطيني. فبالتالي يجب على المجتمع الدولي وقف هذا العدوان ضد شعبنا في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، لأن شعبنا الفلسطيني يستحق أن يعيش بسلام، ويستحق أن ينال دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من كل شعبنا الفلسطيني في عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، كل عام وشعبنا بخير، وكل شعوب العالم المحبة للسلام والتي وقفت بجانب شعبنا الفلسطيني ضد هذه الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. نحن أمام كنيسة المهد، مهد المسيح، مهد السلام، فبنطلب من رب السلام أنه يبارك هالعالم ويبعد عنا أي شر، وبس البركات تحل ويكون كله سلام، ونبارك الشعوب باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. رسالة هي أجت من تاريخ معاناة كل الناس اللي عاشوا في هاي الأرض، أصحاب الأرض الكنعانيين والفلسطينيين، من زمن كل الاحتلالات اللي عاشتها هاي الأرض. العائلة المقدسة كانت جزء من هاي المعاناة اللي عانت بسبب الاحتلال والاستعمار، ومن غزة والدمار هاي جزء بسيط تبين الإشي لكل العالم شو بصير وشو رسالتنا لكل العالم. فلنصلي لأن يعم السلام على أرض السلام،
ولد المسيح هللويا. لنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.